الانتشار الشامل للصابون قد رفع معاييرنا. الصابون يحارب الأوساخ والجراثيم الخطرة، إنه يجعل العالم مكاناً أكثر نظافة وصحة، لذا يمكنكم القول إن سمعة هذا المنتج نظيفة ولديه وظيفة وشكل. يرد الصابون على أشكال وألوان وبنيات متنوعة، ولكن القصة تبدأ في غلي فقاعية، حيث يتفاعل الشحم الحيواني أو النباتي مع الهيدروكسيد الصوديوم، وهو مادة كاوية لابتداع الصابون. ثم يضاف الماء لإبقاء المزيج سائلاً، والبخار يبقبق في الوسط لمزج المواد معاً وتشجيع التفاعل الكيميائي. قد يبدو لكم نهراً جليدياً قطبياً، لكنها المخلفات وحسب. بقايا صابون استقرت في قعر الغلاية يصبونها كلها في هذا الخزان ويعيدون استخدامها في العجنة التالية. يصبون الآن الصابون السائل الحار في أسطوانة معدنية ضخمة، يشتد سريعاً وتقشطه شفرات ضخمة عن الأسطوانة مشكلة شرائط صابونية. تغطس شرائط الصابون في صفيحة مصرفة، حيث تنقل بريمة حفر الصابون نحو أنبوب هابط. تسقط شرائط الصابون حتى الطابق التالي في أسطوانات فولاذية ضخمة تسمى المطاحن، تمزج وتضغط الصابون. تقشطه شفرة عن الأسطوانات وتقطعه إلى شرائط مجدداً، لكن هذه الشرائط الصابونية أكثر كثافة. داخل الصفيحة المصرفة التالية تدور آلة حفر أخرى، تدفع الصابون عبر أداة مثقبة تسمى صفيحة النودلز، تعطي الصابون شكل معكرونة النودلز. فيما تقع قطع النودلز الصابونية من الأداة المثقبة، تجمع في صناديق ثم تعاد وتلقى داخل خلاط. في هذه المرحلة تضاف الألوان على شكل بودرة وسائل. شفرات فولاذية تحرك المواد معاً، حتى يغلف اللون النودلز الصابونية تضاف زيوت عطرية. وتخلط الشفرات كل المواد معا. حين تصبح العجنة جاهزة يفتح باب أفقي في الأرضية. تتابع الشفرات دورانها وتدفع الصابون عبر الباب. ثم يدفع داخل صفيحة نودلز أخرى، وتخلط هذه الصفيحة العجنة خلطة إضافية. بعد ذلك يدفع الصابون عبر صفيحة مشكلة تجعله لوحاً طويلاً. كتل الصابون في طريقها إلى المرحلة التالية تسلك طريقاً بمجازين متوجهة إلى قالب ضغط. ذراع ميكانيكية تدفع الكتل داخل صفيحة بيضوية الشكل، تشذبها ثم تحملها داخل القالب، ويدور القالب ليتقبل الكتل. مكابس ميكانيكية تتحرك لتعطيها شكلاً ولتدفعها. أذرع ميكانيكية تمص الألواح لتنزعها عن القالب. الآلات الضاغطة الميكانيكية مفيدة تدفع ألواح الصابون خارج القالب نحو أذرع ماصة. ألواح الصابون البيضوية الشكل تتحرك الآن نحو محطة التغليف. تطوي شفرة الغلاف البلاستيكي وتغلفه بإحكام وسرعة، ثم تمسك ماسكات آلية الألواح المغلفة وتنقلها إلى آلة تدسها داخل علب صغيرة. حان الآن وقت التوضيب لتفركوا أجسامكم بالصابون الذي ستختارونه.